في المملكة العربية السعودية تم تسجيل 518 حالة جديدة. توزعت هذه الحالات كما تلاحظون في مجموعة من المدن حول المملكة العربية السعودية، وسيتم مشاركة التفاصيل معكم إن شاء الله في تقرير لاحق لهذا المؤتمر، إضافة إلى انعكاسها على الخارطة الموجودة والبيانات التفصيلية المتوفرة على الموقع الإلكتروني الرسمي covid19.moh.gov.sa. بذلك يصل إجمالي الحالات في المملكة إلى 6380 حالة مؤكدة. من بين هذه الحالات لا تزال تتلقى الرعاية الصحية المناسبة لها 5307 حالات، معظمها بحمد الله وضعها الصحي مطمئن ومستقر، فيما 71 حالة منها تعتبر حالات حرجة وتتلقى الرعاية في العنايات المركزة المخصصة للتعامل مع هذا النوع من الحالات. ارتفع عدد حالات التعافي بتسجيل 59 حالة تعافي إضافية، ليصل إجمالي حالات التعافي بحمد الله إلى 990 حالة، فيما تم تسجيل 4 حالات وفيات، وهذه الوفيات لغير سعوديين، حالتي وفاة في مكة المكرمة وحالة في المدينة المنورة وحالة في جدة، تراوحت أعمارهم بين 35 و89 عاما، ومعظمهم كان يشكو ويعاني من أمراض صحية مزمنة رحمهم الله جميعا. الأماكن عالية الخطورة متعددة، ومن ضمنها المواقع التي تعتبر مساكن وبالذات مساكن العمال. تم رصد عدد من الحالات الإيجابية في هذه المواقع، انتشارات أيضا سجلت في بعض من هذه المواقع. نؤكد على الجميع، نؤكد لساكنيها، نؤكد للمشرفين عليها، نؤكد لأصحاب المؤسسات والشركات أهمية التقيد بالتنظيمات التي تكفل بإذن الله بقاء هذه الأماكن في حالة جيدة وصحية أفضل وأقل مخاطر بإذن الله. ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية أبنائنا، تم منع صغار السن ممن هم أقل من 15 عاما من دخول كافة المتاجر، ومن ضمنها الهايبر ماركت والتموينات. لذلك ندعو الأسر من مواطنين ومقيمين إلى إبقاء أبنائهم وبناتهم ممن هم أقل من 15 سنة داخل المنازل حفاظا على صحتهم وسلامتهم. الرقابة على الأسعار كيف تتم؟ هذا سؤال يتداوله الكثيرون، لذلك لابد من الإشارة إلى أن هناك نظام إلكتروني للرقابة على أكثر من 116 سلعة. نظام إلكتروني يرصد خط سير وسعر السلعة من خلال المدة الزمنية المستهدفة. كل سلعة يتم تحليل مبلغها وكم هو، ويتم مقارنته ببقية المناطق في المملكة، إضافة إلى تحليلها ومقارنتها بدول الجوار وما خضعت إليه من متغيرات عالمية أو متغيرات محلية. مخالفات الأسعار تبدأ من 1000 ريال وتصل إلى 50000 ريال، تصل في حالاتها أيضا إلى 1000000 ريال. وعندما يثبت أن هناك تلاعب بالسعر واستغلال تداعيات هذا الظرف والأزمة بتجفيف السوق وإيهام المستهلك بأن هناك نقص في عرض هذه السلعة وتخل هذه بالمنافسة، تتحد أنظمة وزارة التجارة والاستثمار مع نظام هيئة المنافسة، ويكون هناك غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال. تصل أيضا هذه الغرامات إلى ثلاثة أضعاف للأرباح المتحققة، إضافة إلى 10% من المبيعات السنوية. قد تكون هذه أيضا إحدى الغرامات التي يعني تطبق بحق من يتلاعب في تنافسية السلعة ويهددها.